حقق فيلم خطة مازنجر 319 ألف جنيه خلال 3 أيام من عرضه، ده بحسب تقرير الإيرادات الصادر عن شركة دولار فيلم للتوزيع. طبعا بنبارك لكل صناع الفيلم ومن نجاح لنجاح. الفيلم من بطولة الفنانة الجميلة ياسمين رئيس، حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، وحسام داجر، وسما إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر التوبجي، ومحمد رضوان، وعدد تاني طبعا من الفنانين. الفيلم من تأليف وليد خيري ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، من إخراج رامي رزق الله، وإنتاج شركة أكا، ريمون رمسيس، وأحمد خالد موسى. بتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، وبتعتمد على حالة نوستالجيا بسبب كلامهم عن الشخصية الكرتونية الشهيرة مازنجر، واللي طبعا كانت بتمثل طفولة ناس كتيرة جدا، وإحنا طبعا أكيد جزء كبير منهم.